برضه طاجن حكاوي، وبرضه بالليل بس عشان بيعكس الإضاءة. بس ايه، بس النهارده بالبوتيتا. شايفين العكاوي ده يبقى ازاي مخلوعة ازاي؟ شوفوا شوفوا، وبالبوتيتا مع الخضرة نفسها طبعا الروب وكده. يلا بألف هنا وشفا عليا وعليكم. طيب بقول لكم ايه، لما تكوني قاعدة كده في أمان الله وتقومي كده تشتهي تعملي طاجن عكاوي. الطاجن ده تعمليه في العزايم، تعمليه في الغدا، تعمليه في عشاء، تعمليه بصي لا تقولي بقى برنس، ولا تقولي لي صبحي كابر، ولا تقولي لي احلى مطعم بيعمل طاجن عكاوي نفس الطاجن بتاعي. ده الطاجن السريع اللي هو بقى مش محتاج بقى شغل كتير ولا اي حاجه. انا عملت معاكم العكاوي بمليون طريقه، ولكن الطريقه دي اللي هي الطريقه السريعه اللي لو اشتهيتيه في اي وقت خلال اليوم تعمليه. طيب تعالي، اول حاجه عندي هنا كده العكاوي بتاعتي، شايفين؟ حطيت النار وحطيت طاسه ناشفه اهي، وحطيت العكاوي بتاعتي، هفضل اقلب فيها عشان لونها كلها يغير وتتحمر، تمام؟ فدي كده النار هنا على النار، عايزه تحطي عليها معلقه سمنه حطي، عايزه تحطي حته زبده، اللي انت عايزه تحطيه حطيه. انا عندي زبده لربك، هحط معلقه صغنونه خالص. ليه بقى؟ لان العكاوي بتاعتي النهارده مش دسمه، تمام؟ فهنحط كده ايه، معلقه ايه يا ولاد، معلقة زبدة لربك صغيرة. وهسيبها ايه بقى تتحمر مع نفسها. طيب وهي تتحمر بقى كده، هيجي بقى عندنا هنستعمل طاجن كده في نفس الطاجن اللي انت تشتغل فيه على طول. هحتاج بطاطساية وبصلتين وواحدة توميتا او اتنين وفلفل وثلاث اربع فصوص ايه ثوم وقطعة صغيرة جنزبيل فريش. بس هي دي كده مقاديري. هنيجي بقى نقطعها وهي بتتحمر كده جنبي، وهي بتتحمر كده جنبي انا ايه، انا شايفه وهي بتتحمر كده جنبي، انا هبدا ان انا اقطع معاكم. خليها كده مركونه، هجيب بس الكاتنج بتاعتي اهي. تعالوا الكاتنج، بصوا كتير وفلفل اسود وملح فقط لا غير يا بنات. تعالوا بقى معايا هنا نقطع وهي بتتحمر. وهي بتتقطع كده هنتكلم مع بعض شويه. بصوا يا بنات، لما يكون عندك عزومه وانت عروسه لسه مبتدئه ما عندكيش خبره في المطبخ وما عندكيش ان انت هتقفي تعملي كذا صنف على النار من فوق وتشغلي نفسك، اتجهي دايما حبيبتي للايه؟ للطواجن، تمام؟ والله حتى احنا يعني حتى اللي عندهم خبره وبقالك كتير في المطبخ، تمام؟ وسنك يعني اقصد تحملي انك تعملي عزومه، برضو الطواجن بيسهل علينا. ليه بقى؟ لان انت بتقطعي وتحطي فوق على في الفرن، الفرن مثلا يشيل لك طاجن اثنين، وعندك النار من فوق بقى تعملي فيها الحاجات اللي ما بتنفعش تدخل الفرن، زي مثلا تعملي الرز، شوربه، هتحمري حتتين لحمه، هتعملي اي حاجه، تسلقي لحمه، تسلقي دياي، هتعملي شويه محشي. هتلاقي نفسك في اخر اليوم في العزومه كفيتي ووفيتي وطلعتي احلى عزومه بالدنيا. النصيحه دي لكل بنوته عروسه ان شاء الله تستفادي، بس ان شاء الله من كلامي، تمام؟ بس كده هقطع بقى التوميتا، بس التوميتا هقطعها كده، وكل ده اقطعه باي شكل، كل ده هتدي حاجه هبقى عامل ازاي. انا عملت معاكم الطاجن ده ليه بقى؟ ليه؟ لان كنت انا عامله طاجن من يومين ومنزلاها على الستوري، والناس بقى كلها عاجباها الطاجن وعايزين طريقته. طيب اوريكم الدقن ده اللي هو اسهل طاجن يعني. الفلفل انا هفتحه كده عشان ايه؟ ده وسخني قوي. تمام؟ هحط كده. شايفه دي نص ان هو ده حامي قوي. والثوم اهو كده طريقه عشوائيه. خلينا نشوف اللحمه بتاعتنا. اتحمرت حطيت لها شويه ميه صغيرين كده، تمام؟ والبطاطس كمان هقطعها، اوريكم هقطعها ازاي. فين السكينه؟ فاهميني يا حبايبي؟ فانت بقى اذا بنوته وعروسه اعملي زي ما بقول لك كده. خلاص
البطاطس هقطعها شويه طحينه عشان تتحمل النار، تمام. بطاطس وحشه قوي الايام دي، تلات ارباع البطاطس شوفوا اتربى، تمام كده. هنخلي البطاطس على جنب ونيجي نتبل ايه شويه الخضار دول مع بعض. تعالوا بقى نرجع شويه كده، هي دي كده هنا جنب اهي. ده هنا بقى هجيب ايه؟ هجيب اول حاجه الكنز ده، عندنا هنا في الكويت كنز مش بيتباع بسهوله، قصتي هاخد واحده قصتي بس هبشر نصها مش هبشرها كلها، انها حبايه كبيره ما شاء الله مش حبه صغيره يعني. هجيب كده ببشره وابشر صرت نصها كفايه. هحط فلفل شويه خل شويه كده معلقتين، شويه دارسين بيطعم العكاوي قوي، فلفل اسود شويه وملح وادعم. تمام كده حطينا خلاص زي ما انتم شايفين كده، تمام. هنبدا ان احنا بقى ايه نضحكوا مع بعض كده، هنقلبهم كويس مع بعض. طيب يا بنات، بعد ما حطيت بقى العكاوي والافضل انك تحمريها شويه زياده بس برضو كله كده تمام لانها هتتحمر في الفرن، هتجيبي بقى القصدير بتاعك وتغطيها بالقصدير كويس قوي وتدخليها الفرن على الصاجه اللي من تحت في الارضي خالص، وكل نص ساعه افتحي وحطي لها كوبايه ميه لغايه ما العكاوي تستوي وسيبيها تتحمر، تمام زي ما هتشوفوها دلوقتي. طيب انا كده خلاص، دي الطاجن العكاوي بالبطاطس اللي زي العسل، شايفين جماله تحفه وريحته رهيبه. هوريكم دلوقتي فيديو تاني كنت عاملاها بالبصل في يوم تاني، هشاركوا الفيديو. بحيث اذا عايزه تعملي طاجن عكاوي بالبصل تقدري تعملي بنفس الخطوات وتلغي البطاطس وبيطلع احلى طاجن عكاوي. طاجن عكاوي الساعه 2 بالليل، يعني مين مجنون هيعمل الحركة دي؟ الساعة 2 بالليل والدنيا هص هص، مفيش حد بيشيلها وانا عاملة الجريمة دي. سمعنا عن جرائم اخر الليل لكن دي لا لا لا. طيب كده وصلنا نهاية الفيديو، يا رب تكونوا استفدتوا. دعوة من قلب الأم بالرحمة والمغفرة، وقبل ما تطلع اعملي اعجاب للصفحة وفيديو كمان شاركيه مع أصدقائك. باي باي، نتقابل فيديو جديد.